وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، لكن هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني ناس كتير قوي متخوفه من الدرجتين او الثلاث درجات المرتفعين دلوقتي في درجات الحراره، لكن عايزين نطمنهم ان الاجواء ما زالت خريفيه معتدله. يعني طبعا بالتاكيد احنا لما اشرنا للارتفاع ده المتوقع بدايه من اليوم اشرنا انه هيكون ارتفاع بمعدل درجتين على اغلب مناطق الجمهوريه. يعني القاهره بعد ما كانت بتسجل الايام اللي فاتت خلال فترات الظهيره من 30 ل 31 درجه هتبدا تسجل 33 درجه، دي ايضا لا زالت درجات حراره حول المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات بحوالي درجتين تقريبا. يعني اجواء خريفيه، بمجرد غياب أشعة الشمس بتبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي علشان نوصل خلال ساعات الليل المتأخر لأجواء مائلة للبرودة، خاصة على المناطق اللي ليها ظهير صحراوي والمدن الجديدة في نطاق القاهرة الكبرى وبعض المناطق الموجودة في نطاق السواحل الشمالية. الوضع ده إن شاء الله يعني مستمر معنا يمكن حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، مع استمرار الشبورة المائية اللي بتكون موجودة خلال ساعات الصباح الباكر، اللي بالمناسبة بدأت تزداد كثافتها قليلا عن الفترة اللي فاتت، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض المناطق الموجودة في نطاق وسط سيناء ومدن القناة. طيب بالنسبة لأحوال الطقس بالليل كمان، هل بتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير؟ بالتأكيد هنبدأ الفترة اللي جاية تحديدا ندخل في مسألة الفرق الكبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، وده هيبدأ التحذير الفترة اللي جاية، ده هيبدأ الفرق ده يزداد خلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر، تحول كبير في درجات الحرارة في أقل من 12 ساعة، وده طبعا بيبقى تحذير مهم للهيئة العامة للأرصاد الجوية دايما بتحذر منه. يمكن حتى الآن الفرق ده مش كبير بشكل عالي، لكنه بيبدا مع الوقت يزداد هذا الفارق. يمكن اليوم تحديدا خلال فترات الظهيره القاهره متوقع تسجل 33 درجه، خلال ساعات الليل هتبقى في حدود ال 22 ل 23 درجه مئويه. الفرق ده بيكون اكبر في محافظات شمال الصعيد تحديدا، اللي خلال ساعات النهار هتبدا تسجل 35 درجه مئويه خلال الايام الحاليه، وخلال ساعات الليل المتاخر هتوصل الصغرى على محافظات شمال الصعيد ل 19 درجه مئويه. فرق كبير طبعا يعني ما بين النهار والليل الدرجتين سواء العظمى والصغرى لنفس اليوم. طيب هل مستمره معانا هذه يعني الارتفاعات مع انخفاضات بالليل؟ يعني الفرق الكبير ده هيفضل مستمر معانا فتره طويله؟ بالنسبه للارتفاع الطفيف اللي اشرنا اليه بالفعل يمكن هو مستمر معانا حتى بدايات الاسبوع اللي جاي على الاقل، لكن زي ما دايما بنقول ان الفتره الحاليه من فصل الخريف هي فتره تذبذبات حاده وسريعه في درجات الحراره. يعني اليوم تحديدا العظمى على القاهره 33، على يوم الخميس هتكون 31، تعود يوم الجمعه مره اخرى ما بين 32 ل 33، فهيبقى تذبذب حوالين ال 33 ل 32 درجه. هل لو حضرتك بتقارنوا الوقت ده الحالي اللي احنا فيه بالعام الماضي، يعني مثل هذا التوقيت، هل في تشابه ولا هل بالفعل الناس كتير بتقول لا احنا حاسين ان درجات الحراره في الفتره دي منخفضه شويه عن العام الماضي في شهر 10؟ لا ما فيش حتى الان يمكن درجات الحراره اللي بنشوفها حاليا دي حول المعدلات الطبيعيه. الوضع ده مش هنقدر نحدده ومش هيكون ملحوظ غير لما نتقدم اكتر في فصل الخريف، لكن لو قارنا درجات الحراره الحاليه هي دي بالفعل حول معدلاتها الطبيعيه. يمكن ال 33 درجه دي تعتبر كمان اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين. المفترض ان المعدلات الطبيعيه خلال اكتوبر على القاهره الكبرى انها تكون في حدود ال 30 درجه مئويه، وبتقل على نهايه الشهر علشان توصل ل 28 درجه مئويه. طبعا المعدلات دي كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات ومدن الساحل الشمالي بتكون اقل قليلا، وطبعا على العكس كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الصعيد المفترض ان المعدلات الطبيعيه ترتفع. فبالتالي لما بنسجل الفترة دي ما بين 33 ل 32 درجة بالنسبة للقاهرة،
فدي تعتبر اعلى من المعدلات بحوالي درجتين تقريبا. طيب حضرتك بتقول ان الشبوره المائيه لسه ما زالت يعني بدات تظهر بكثافه، طيب بالنسبه لي حضرتك للسواحل الشماليه بالنسبه للبحر الاحمر ومنطقه البحر الاحمر؟ طبعا منطقه البحر الاحمر الفتره دي بدات ايضا درجات الحراره تنخفض عليها سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل عن الفتره اللي فاتت، لكن بتظل من ضمن اكثر المناطق اللي بتسجل درجات حراره مرتفعه خلال ساعات الليل. يعني لو قارنا درجات الحراره الصغرى على مستوى الجمهوريه بنلاقي ان اعلاها بتكون على منطقه البحر الاحمر ومش بتكون عالية بالشكل الكبير. يعني لو باقي مناطق الجمهورية بالليل بيكون عليها الأجواء مائلة للبرودة، لا بتكون معتدلة على منطقة البحر الأحمر بشكل كبير خلال ساعات الليل، يعني العظمى خلال ساعات النهار في حدود ال 34 ل 35 وخلال ساعات الليل في حدود ال 24 ل 26 او 25 درجه مئويه. فده يعتبر هو الوقت الامثل والمناسب للخروج لمنطقه البحر الاحمر، جنوب سيناء، شرم الشيخ، الغردقه. اما بالنسبه لو اتكلمنا عن حركه الملاحه وارتفاعات الامواج على البحر الاحمر فهي معتدله في اغلبها، ممكن بعض المناطق من شواطئ البحر الاحمر ترتفع فيها قليلا علشان تتجاوز ال 2 متر، لكن بوجه عام المنطقه هناك من حيث درجات الحراره معتدله ليلا وحر خلال ساعات النهار وارتفاعات الامواج معتدله اغلب الايام. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى هتكون 33، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 33 22، اسكندريه 30 22، العلمين الجديده 29 21، مطروح 30 20، دمياط 29 23، بورسعيد 30-23، الإسماعيلية 34-21، السويس 33-21، العريش 29-20، كاترين 27-13، طابة 30-24، حلايب 31-25، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 34-24، فيوم 34-21، بني سويف 34-20، الوادي الجديد 37-20، أسيوط 35-19، سوهاج 36-20، قنا 38-21، الأقصر 37-22، وأخيرا أسوان 38-22. نخلي بالنا كلنا من أولادنا اللي نازلين المدارس في الساعات الأولى من الصباح، لأن في اختلاف كبير قوي بين درجات الحرارة في النهار ومن الوقت بالليل، خاصة الساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر، يعني لو جاكيت خفيف علشان ما نتعرضش للنزلات البرد، لأن في اختلاف كبير قوي في درجات الحرارة ما بين النهار والمساء. هرجع مرة تانية لجراجاي وباسانتا عشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا دينا، شكرا ليك.